الآن عبر الهاتف سعادة الأستاذ وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، لكي يوضح لنا بعض التفاصيل حول هذا المرسوم. أستاذ وليد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مساك وبركاته. الله بالخير أستاذ وليد، خير والعافية أهلا. وشكرا لك على التعاون الطيب والدائم معنا. ابتداء، ما هي تفاصيل الموازنة العامة لإمارة الشارقة في 2016؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحياتي لك أبو خالد ولأسرة البرنامج. فيما يتعلق بالموازنة العامة لإمارة الشارقة، قدرت إجمالي النفقات في عام 2016 بمبلغ وقدر 20 مليار و300 مليون درهم، بزيادة وقدرها 2% عن العام الماضي، وجاء توزيعها على أبواب الموازنة على النحو التالي. المصروفات التشغيلية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة 41%، تليها الأجور والرواتب بنسبة 26%، ومن ثم مشاريع البنية التحتية بنسبة 14%، تسديدات القروض بنسبة 7%، ثم المساعدات والدعم بنسبة 6%، والمصروفات الرأسمالية بنسبة 4%. أما فيما يتعلق بتوزيع النفقات على القطاعات المختلفة، فقد جاءت على النحو التالي: قطاع الشؤون الاقتصادية والتجارية بنسبة 46%، قطاع البنية التحتية والإسكان ومرافق المجتمع بنسبة 31%، قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة بنسبة 13%، قطاع الثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية بنسبة 10%. هذا فيما يتعلق بالنفقات. أما فيما يتعلق بالإيرادات، فوزعت على النحو التالي: الإيرادات التشغيلية استحوذت على نصيب الأسد بنسبة 85%، تليها الإيرادات الرأسمالية بنسبة 13%، ثم الإيرادات الضريبية بنسبة 1%، وأخيرا إيرادات النفط والغاز بنسبة 1%. نعم. طيب أستاذ وليد، ما هي ملامح أو أهم ملامح الرئيسية للموازنة العامة لإمارة الشارقة 2016؟ من الملاحظ أن حكومة الشارقة من خلال هذه الموازنة اتجهت إلى زيادة الإنفاق بنسبة 2% عن العام الماضي، وبالتالي الاستمرار في التحفيز الاقتصادي لضمان زيادة معدلات النمو، واللي بتساهم في تعزيز المكانة الريادية للشارقة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وجعلها واحدة من الحكومات المميزة في إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية. أهم ما يميز بخالد الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2016 هي زيادة مخصصات قطاع التنمية الاقتصادية إلى 46% من إجمالي الموازنة، مقارنة بالعام الماضي واللي بلغت فيه مخصصات قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 44%. هذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحقيق المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية. الموازنة أيضا بتوفر 2500 فرصة عمل جديدة للكوادر المواطنة لاستيعاب الخريجين الجدد. ايضا تم المحافظه على مستويات الانفاق على مشاريع البنيه التحتيه، وذلك من خلال اعتماد مشاريع جديده واستكمال المشاريع القائمه، وتم تخصيص ما يقارب من 31% من الموازنه لهذا القطاع. ايضا تم تخصيص 1% من الموازنه كاحتياطي لمواجهه اي احتياجات ضروريه وطارئه. هذا يتعلق في النفقات. فيما يتعلق بالايرادات، عندنا تقريبا زياده 8% عن العام الماضي، واللي يؤكد نجاح استراتيجيه الحكومه في تنويع مصادر الدخل. اقتصاد إمارة الشارقة اقتصاد قوي ومتنوع، ما يعتمد على مصدر واحد للإيرادات في تمويل الموازنة. كانت في استراتيجية طويلة المدى من صاحب سمو حاكم الشارقة في الحد من الاعتماد على النفط والغاز والعمل على إيجاد مصادر أخرى للإيرادات. اليوم بخالد أن الإيرادات التشغيلية تمثل نسبة 85% من إجمالي الإيرادات، بزيادة وقدرها 5% عن العام الماضي. هذا دليل على أن اقتصاد الشارقة اقتصاد صحي تقود الشركات المتوسطة والصغيرة. في عندنا زياده كبيره في الايرادات الراسماليه بنسبه 75% مقارنه بالعام الماضي، واللي يمثل اليوم ما يقارب من 13% من اجمالي الايرادات. هذا يؤكد نجاح استراتيجيه الحكومه في ايجاد جهاز متخصص يقوم بالاستثمار داخل البلد وخارجها ويحقق عوائد يتم استثماره لتمويل الموازنه العامه، ويعتبر من مصادر الايرادات الرئيسيه. جميل. بالنسبه لايرادات النفط والغاز، ايرادات النفط والغاز تمثل فقط 1% من اجمالي الايرادات الحكوميه. بالتالي نحن في اماره الشارقه لا يوجد لدينا اعتماد على ايرادات كبير الغاز والنفط. نعم. وايرادات النفط والغاز حاليا بخالد ما تغطي نفقات دائره حكوميه مثل دائره الخدمات الاجتماعيه. صحيح. 1% يعتبر يعني نسبه بسيطه جدا. طيب أستاذ وليد، بالتأكيد أنتم في دائرة المالية المركزية يعني اتبعتم مجموعة من المنهجيات لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، حدثنا عن هذا. من أهم المنهجيات التي اتبعتها دائرة المالية المركزية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي هي تبنيها وتطبيقها لموازنة الأداء، أو ما يعرف بمسمى آخر
هو موازنة الأنشطة والنتائج. موازنة الأداء أبو خالد تعتبر من أفضل الممارسات العالمية في إعداد وتنفيذ الموازنة. قدرنا نستفيد من تجربة ولاية فيكتوريا الأسترالية واللي تعتبر من المراجع العالمية في تطبيق أفضل الممارسات في المالية العامة. طوعنا هذه التجربة بحيث تتناسب مع خصوصية وبيئة العمل المالي في إمارة الشارقة. طبعا طبقنا هذه وطبقا لهذه المنهجية يتم دراسة مرسوم إنشاء الجهة المعنية وكذلك الهيكل التنظيمي المعتمد، وبالتالي يتم تحديد الأنشطة الرئيسية والفرعية للجهة المعنية واللي تعبر عن عمل الجهة واختصاصاتها الموضحة بالمرسوم الصادر. كما يتم تحديد مخرجات لكل نشاط وربط هذه المخرجات بأربع مؤشرات وهي الكمية والتكلفة والوقت والجودة. دائرة المالية المركزية من خلال هذه المنهجية تلعب دور مشتري الخدمة من الجهات الحكومية بحيث يتم توقيع اتفاقية أداء مع كل جهة حكومية وربط تمويل موازنة كل جهة بتحديد مخرجات سنوية مستهدفة، ويتم رفع تقارير أداء الموازنة الربع السنوية الخاصة بالجهة الحكومية إلى المجلس التنفيذي اللي يقوم دوره بمساءلة الدوائر في حال وجود أي انحرافات خاصة بأداء تلك الجهات والعمل على معالجتها. اللي أبغى أقوله باختصار بقال حكومة الشارقة تتكلم بلغة واحدة، وأن هذه المنهجية ساهمت في أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد وبرؤية موحدة ومتكاملة لتحقيق استراتيجية الحكومة، وقدرت تربط بين استراتيجية الدوائر الحكومية والموازنة من خلال تحديد مخرجات محددة ونتائج واضحة، وبالتالي حققت مستوى كفاءة عالي في إدارة الموارد المالية من خلال ربط الإنفاق الحكومي بمؤشرات وأداء واضحة لأنشطة وبرامج الجهات الحكومية. نعم جميل جدا أستاذ وليد. كذلك يعني انعقاد المجلس الاستشاري وخطاب صاحب السمو حاكم الشارقة، كيف تم ترجمة هذا الخطاب أثناء جلسة الاستشاري المنعقدة في الدور العادي الأول من فصل التشريع التاسع في موازنة عام 2016؟ بخالد صاحب السمو حقيقة صاحب السمو حاكم الشارقة رجل دولة بما يملك من رؤية وفكر ومدرسة خاصة بسموه وحده. في كثير من الآراء حول اقتصاد السعادة وفي عدة دول اتجهت إلى اقتصاد السعادة، لكن كان هناك نوع من الضبابية واختلافات عديدة في كيفية الوصول إلى اقتصاد السعادة. حقيقة خطاب صاحب السمو حاكم الشارقة في المجلس الاستشاري كان بمثابة إعطاء دروس عملية للعالم أجمع عن كيفية رسم خارطة طريق تحدد بصورة بسيطة وواضحة الجوانب العملية في الوصول إلى سعادة ورفاهية المجتمع. دائما صاحب السمو يقرن الأقوال بالأفعال. موازنة 2016 ترجم ذلك الخطاب. على سبيل المثال معظم الحكومات بخالد في حالة الأزمات والتوترات تلجأ إلى تخفيض بند المساعدات الدعم. على العكس تماما كانت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة بند المساعدات والدعم هذه السنة، وتم زيادتها بنسبة 5% عن العام الماضي 2015 ويتمثل نسبة 6% من موازنة هذه السنة. مخصصات بند الدعم والمساعدات الخاصة بموازنة 2016 تشمل عدة أشكال وبيستفيد منها عدة فئات، منها على سبيل المثال 3700 مواطن بيستفيدون من الإعانات الاجتماعية الشهرية، 2500 مواطن بيستفيدون من الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية من خلال الدور الاجتماعي وخدمات الرعاية المنزلية، 2100 حالة بتستفيد من مساعدات العلاج والأثاث والزواج والمساعدات العامة، عندنا 1000 مواطن بيستفيدون من المساعدات السكنية من فئات القروض، عندنا 800 مواطن من المتعثرين بيتم معالجة ديونهم، عندنا 800 مواطن بيستفيدون من التدخل الاجتماعي الطارئ، عندنا 700 أسرة بتستفيد من الإسكان الطارئ، في عندنا ما يقارب 500 منحة دراسية للطلبة المتفوقين، عندنا 400 مساعدة سكنية لذوي الدخل المحدود ومستحقين من فئات المنح، عندنا 50 موظف من موظفي حكومة الشارقة بيستفيدون من سداد الأقساط القروض السكنية لموظفي حكومة الشارقة، وأخيرا عندنا 30 حالة للصيانة الطارئة جراء الحرائق والكوارث الطبيعية. ايضا بخالد نحن نقدم الدعم المالي والاداري للجهات التاليه: الدور الاجتماعي ومنها دار المسنين، دار الرعايه الاجتماعيه للاطفال، مركز حمايه المراه، واحات الرشد، دار الامان، بالاضافه الى الخدمات المنزليه المتمثله في اداره حمايه الطفل من خلال متابعه الاطفال في المنزل، اداره الرعايه المنزليه من خلال متابعه المسنين في المنزل، وكذلك مؤسسه الشارقه للتمكين الاجتماعي واللي تقوم بدورها بايواء ما يقارب من 2200 يتيم. من حيث عدد وأنواع الجهات الحكومية اللي بتتضمن في موازنة 2016 هي على النحو التالي: بيكون عندنا حوالي 60 جهة مدعومة من المؤسسات الحكومية الأهلية والجمعيات ذات النبع العام، وحوالي عندنا 70 جهة حكومية مركزية يتم تمويل موازناتها من خلال دائرة المالية المركزية وترتبط بالنظام المالي الحكومي، بالإضافة عندنا 7 جهات مركزية جهات مستقلة ترتبط أيضا بدائرة المالية المركزية لكن تمول موازناتها ذاتيا لأنها ذات طبيعة تجارية. بشكل عام ابو خالد هذه الموازنه اليوم تحتوي على اجمالي 136 جهه ما بين جهات مدعومه وجهات مركزيه وجهات مستقله
والله يزيد ويبارك. الله يزيد ويبارك، والله يبارك لنا في صاحب السمو حاكم الشارقة في فكرة وفي جهده وفي وقته وفي توجيهاته، جزاه الله خير. والشكر كذلك موصول لكم في دائرة المالية المركزية على اجتهادكم وسعيكم الحثيث في إخراج توجهات صاحب السمو حاكم الشارقة بشكل واضح وملموس. شكرا سعادتك، ما قصرت، شكرا جزيلا، كفيت شكرا. ووفيت. شكرا لك سيدي الكريم. وليد الصايغ، سعادة الأستاذ وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، متحدثا عن موازنة 2016 واعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة لهذه الميزانية بعد مناقشتها في المجلس الاستشاري لحكومة الشارقة.